عشان كده احنا محتاجين نتكلم مع اخصائيين طب نفسي في الموضوع ده، نفهم منهم اكتر يعني ايه ظاهره ادمان الانترنت. عشان كده احنا معانا على التليفون دكتور ابراهيم مجدي، اخصائي الطب النفسي وصاحب عيادات علاج ادمان الانترنت في مصر. برحب بيك يا دكتور. مرحب بيك واهلا بيك. اهلا بحضرتك. يعني فكره انه دلوقتي ظاهره ادمان الانترنت للشباب وللناس الكبيره في السن، مش بس كده كمان الاطفال بقى الموضوع ده بيزيد عندهم بشكل كبير جدا، معدلات كبيره جدا، هل في دراسات معينه بتحدد عدد مدمني الانترنت في مصر؟ في مصر لغايه دلوقتي لا، في مصر لغايه دلوقتي في دراسات عن مشاكل الانترنت عامه او مشاكل نفسيه لتاثير الانترنت، لكن الناس اللي ادمنت الانترنت لا ما فيش. لكن عالميا احنا اكتر من مليار مستخدم للانترنت، مش اقل من 2% منهم ممكن يكونوا مدمنين. فلو حسبنا مصر احنا 100 مليون وعندنا 34 مليون مستخدم للانترنت، 2% منهم ممكن دول يوصلوا لحوالي 600 ألف مدمن للإنترنت. طيب دكتور إبراهيم، إيه هي بقى يعني أنواع العلاج اللي المفروض تقدم لهم؟ يعني علاج نفسي ولا علاج طبي؟ بيتقدم إيه؟ الدوائي يعني؟ هو إدمان الإنترنت الجزء بتاعه المهم اللي فيه على عكس إدمان المواد المخدرة أو بتاع، إن أنا بخلي المريض هيرجع للإنترنت تاني بس يستخدمها بشكل إيجابي. تمام. على عكس ادمان المخدرات، انا بوقف ادمان المخدرات لازم اخليه يوقف يمتنع خالص عن ادمان المخدرات، لكن الانترنت لازم استخدمه برجع استخدمه بشكل ايجابي، لان ده لغه العصر. ما حدش يقدر دلوقتي يستغنى على الانترنت، سواء في شغل سواء في تواصل سواء في معرفه، ما حدش يقدر يستغنى عنه. اكيد. بس ازاي ارجع استخدمه بشكل ايجابي، ده جزء اهم جزء في وده بيبقى علاج نفسي وعلاج حاجة سلوكي إدراكي وعلاج تحفيزي، جميع أنواع العلاجات النفسية اللي بيستخدمها وجلسات علاج جماعي. ناس عندها مشاكل على في الإنترنت بيقعدوا مع بعض جروب ثيرابي، جلسات علاج جماعي يتكلموا عن مشاكلهم في التعامل مع الإنترنت وإزاي يبتدوا يتخلصوا من المشاكل دي. ساعات بنحتاج علاج دوائي لما الشخص بيخش في اكتئاب وعزلة نتيجة القعدة كتير على الإنترنت، لان في امراض دلوقتي بقت مرتبطه بالانترنت، في امراض نفسيه، فيسبوك ديبريشن او اكتئاب الفيسبوك، في مرض تاني اسمه السوشيال نتورك فاتيج، اللي هو الشخص يرهق جدا من كتر القعده على النت، فقاعد طول الوقت مش مركز، عينين زغلله، بينام وهو قاعد على جهاز الكمبيوتر. في اضطرابات الطعام بقت مرتبطه بالقعاد على الانترنت، السمنه كتير لانه قاعد ما بيتحركش. طب معلش يا دكتور، ايه هو اكتئاب الفيسبوك ده؟ اعرفه ازاي يعني؟ اكتئاب الفيسبوك ده بيجي من فكره ان الشخص بيستمد ثقته في نفسه من عدد اللايكات والشيرز اللي بيجي. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. ايوه. فلما ما بيلاقيش عدد اللايكات والشير بيجيله كافي، فيبتدي يحزن، يبتدي يحاول يتفاعل اكتر، فيقوم يتعرض للتنمر، يتعرض للتنمر السخريه، فيصاب بقى بالاكتئاب والعزله او كميه الاخبار السلبيه اللي على السوشيال ميديا دي كارثيه. بتنقل برضه بتعمل الاكتئاب بشكل. دكتور ابراهيم، يعني لو خدت معاك الموضوع من الاول خالص وقلت لك مثلا انا عايز اعرف ايه هي اعراض ادمان الانترنت تحديدا، لانه انا ممكن اكون بستخدم الانترنت بشكل يومي وبشكل مكثف ولكني مش مدمنه انترنت، لكن هي ايه الاعراض اللي لما تظهر على الشخص يعرف ان هو مدمن انترنت؟ تعالي نعرف منظمه الصحه العالميه او جمال امريكيه الطب النفسي بتعرف يعني ايه ادمان الاول، وبعد كده نطبق الحكايه. الادمان لازم الشخص يكون عنده اعتماديه على الحياه، يعني ما يقدرش يعيش حياته بدون انترنت. تمام. بيزود في عدد الساعات، يعني مثلا كان بيقعد 3 ساعات ما بقوش يكفوه ويصلوا ل5 6 ساعات. ابتدى يحصل له اعراض زي اعراض الانسحاب، لو جيت خدت منه الانترنت يبتدي لو طفل هيصرخ ويدبدب ويكسر ويتخانق مع اللي حواليه، سلوكه عدواني شويه. كبير يبتدي ينزل وبتاع. مهما حصلت لي من مشاكل برضه بفضل قاعد مع الانترنت، يعني مثلا ممكن ناس يوصلوا للطلاق او يوصلوا
لفتح خطوبات او يوصلوا لمشاكل كتير في شغلهم وبرضه يفضلوا قاعدين على الانترنت ما بيسيبوش. يستخدموه بقى بشكل سلبي، يستخدموه بشكل سلبي، بشكل تنمر، شكل شائعات، شكل فضائح، كل دوت يدل على الانترنت. في مقياس، في مقياس ابتدى بقى مقياس برضه ان انا عدد الساعات طبعا اقعد كام يوم؟ كام ساعه في اليوم؟ لو قعدت اكتر من ساعتين اكتر من ثلاث ساعات يبقى انا كده داخل في مرحله ثلاث ساعات ادمان، داخل في مرحله ادمان. هل مثلا ويجي مقياس الشغل، هل مثلا ما رحتش الشغل مثلا بسبب ان الانترنت عندي كنت سهران على الانترنت في كذا يوم فما رحتش الشغل؟ هل في علاقتي سائد بالاخرين بسبب الانترنت يبقى كده داخل في مرحله ادمان؟ هل حد بتزني الانترنت او عمل لي بليك ميل الانترنت من كتر القعود او من كتر الناس اللي عندهم في بروجرامز اللي بيحطوا صور بقى وبيحطوا فيديوهات طول طول الوقت ساعات اللي بتزني؟ طيب دكتور ابراهيم حضرتك معانا؟ لا معاكم. هل ادمان الانترنت علاجه بقى اصعب من علاج ادمان المخدرات او الكحوليات؟ خصوصا حضرتك قلت واحنا كلنا عارفين ان فكره ان الانترنت ده لغه العصر دلوقتي، محدش مفيش في ايديه موبايل او تابلت وما بيتحكمش في انه عايز يعرف اي معلومه يدخل على الانترنت ويستخدمه. فهل العلاج صعب وبياخد وقت قد ايه؟ صعب ومحتاج توعية أكتر، صعب ومحتاج توعية، لأن إدمان المخدرات الناس عرفت المخدرات خطر خلاص وإن في أماكن للعلاج، لكن لغاية دلوقتي ناس ما عندهاش فكرة أو مفهوم إن أنا ممكن أكون مدمن إنترنت. العلاج بياخد، العلاج الإدراكي هو أهم حاجة، العلاج الإدراكي التركيز إن أنا أغير الفكرة بتاعت الشخص وأخليه هي الفكرة بتبقى أهم، استخدمه بشكل صح، أقعد عدد ساعات مقننة. ما يتخلهوش يعطل حياتك او يبوظ حياتك او يعمل خلافات ما بينك وما بين اللي حواليك او ياخرك عن شغلك وحياتك الاجتماعيه. هي دي بتبقى ضمن الافكار ديت عشان تتغير بتقعد لها من ثلاث لست شهور ويبقى مراقب، لازم قاعد مراقبه ازاي يعني الكي بيرسون بتاعه او الشخص اللي هو يلاقي المتابعه ما بعد العلاج يعني. المتابعه بتاعته ما هي متابعه برضه في البيت لو مراهق اهله هيتابعوه ازاي عدد ساعات الجلوس اصلا. فكره ان انا الغي القعاد خالص غلط، لكن هي تقليل عدد الساعات او ممكن يبقى اعمل زي فكره دي اكتيفيشن للاكونت بتاعي مره واحده في الاسبوع او ممكن اعمل دي اكتيفيشن الاكونت بتاعي مثلا لمده شهر. في ناس بتعمل اكتيفيشن لاي اكونت، كل الاكونتات مش اصل ناس فاكره ان فيسبوك بس، لا في ابلكيشن كتير، في ناس بتدمن الانستجرام، في ناس بتدمن اليوتيوب، في ناس بتدمن المواقع البورنو للاسف، في ناس بتدمن لعب القمار على كل واحد على حسب بقى هو واتجاهاته يعني. كل واحد اللي بيحب الجيمز، اللي بيحب يتفرج على الافلام، اللي بيحب يتفرج على ايا كان الموضوع ايه، هو اللي لكن هي في الاخر خالص بتسبب مشاكل نفسيه وكمان اثار واعراض بتوازي بالظبط يعني انواع المخدرات والكحوليات من ناحيه الادمان.